واحقاقا للحق. وعشان تعرفوا مدى مصداقيه هذا الموضوع، ساندي الله يعطيها العافيه كانت بتصور في حراره دبي، هي وبلال معد الفقره ومعهم جاك المصور، فالموضوع حقيقي وممكن. مدام ساندي عملته اعتقد ممكن ناس ثانيه تعمل، بامكاننا نفتح الشباك يعني على الاقل شويه حتى صحتنا. اكيد. خلونا نتكلم في الموضوع بشكل علمي اكثر مع ضيفنا الدكتور خلدون ابو دقه، اخصائي جراحه الصدر والجهاز التنفسي. اهلا بك وصباح الخير عليك دكتور خلدون. لو أمكن في البداية يعني تشرح لنا طبيعة هذه المواد الكيميائية المسرطنة المذكورة في الدراسة وكيف تؤثر على صحة الإنسان عند تعرضه لها داخل السيارة. شكرا على الاستضافة. حقيقة هذه الدراسة هي الأخيرة التي تم نشرها عن المادة المسماة الأدينوزين ثلاثي الفوسفات التي تدخل في مواد العزل ضد الحرائق المستخدمة كفوم لمنع الحرائق داخل السيارة. لكن هناك دراسات أخرى أيضا أثبتت وجود مواد سامة مثل الفورم ألدهايد التي تستخدم في المواد اللاصقة داخل السيارات وبعض أنواع الفرش الداخلي. هناك مادة ثانية هي كمان غاز متطاير اسمها التولوين التي تؤثر على الحالة العصبية، وهي تكون موجودة في مواد الطلاء المستخدمة داخل السيارات. المادة الثالثة والتي معروف أنها مسرطنة بشكل كبير هي مادة الكلوريد فينيل التي توجد بشكل رئيسي في مواد البلاستيكية أو البي في سي المستخدم في الديكور الداخلي للسيارات، إضافة لمادة مسرطنة أخرى اسمها البنزين الحلقي التي أيضا تأتي من العوادم أو تأتي من المواد البترولية المستخدمة داخل السيارات. طيب كيف ممكن للحرارة المرتفعة داخل السيارة أن تزيد من انتشار هذه المواد السامة منهم اللي ذكرتهم الآن؟ المشكلة دائما تعرض السيارات لحرارة الشمس الشديدة أو الحرارة العالية، بحكم أن هذه المواد هي عبارة عن غازات متطايرة بالأساس، فالتعرض للحرارة العالية يزيد التبخر ويزيد الإشباع بهذه المواد داخل مقصورة القيادة. طبعا كل ما كانت السيارات قديمة حدث فيها إصلاحات أكثر من الداخل، استخدمت فيها مواد لاصقة مثل ما تكلمنا، إضافة لمواد عزل، مواد دهانات معينة، فرح يكون نسبة الإشباع بهذه المواد والتعرض لها رح يكون أكثر فأكثر. طيب دكتور خلدون، بالسيارات التي لم تتعرض طبعا، هل هناك فئات معينة أكثر عرضة لتأثيرات هذه المواد؟ يعني على سبيل المثال هل الأطفال أو الأشخاص اللي عندهم حساسية أو الكبار في السن ممكن يكونوا أكثر عرضة للمخاطر؟ بالطبع الأطفال طبعا تعرضهم لهذه المواد التي تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي، على مناعة الأطفال. على المدى البعيد نسبة التعرض العالي تزيد مخاطر حدوث الأورام عند الأطفال بأعمار صغيرة، إضافة هناك دراسات حتى أن هذه المواد تؤثر على الخصوبة مستقبلا عند الأطفال. بالنسبة للكبار السن طبعا الأجهزة التنفسية مناعتهم أيضا معرضة أو غير أقل من الطبيعي، خلينا نحكي، فبالطبع بزيد خطورة الأمراض التنفسية على المدى القصير، والأمراض الأورام على إذا الله ربنا كتب لهم عمر بزيد على المدى البعيد. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم حساسية أيضا بتزيد معدلات حدوث الأمراض والاستجابات التنفسية السلبية عندهم. أيضا الحوامل اللي عندهم أطفال أو أجنة داخل أرحامهم طبعا تعرضهم لهي المواد رح يزيد مخاطر حدوث تشوهات عند هؤلاء الأجنة. فهذه الفئات اللي أكثر عرضة وعلى المدى القريب والبعيد الإصابات عندهم. نعم.
طيب في موجات حر مثل الموجات التي نشهدها الآن، وخاصة فلنقل في دولة من دول الخليج مثلا مثل الإمارات هنا على سبيل المثال، درجات حرارة عالية جدا خلال النهار، من الصعب على الناس البقاء داخل السيارة وفتح الشبابيك مثلا حتى لو التكييف مفتوح، يعني الموضوع شوية صعب على الناس. هل في إجراءات وقائية ممكن الناس تتخذها حتى تحد من التعرض لهذه المواد داخل السيارة؟ بالطبع أي موضوع له أكثر من وجه، مثل ما تفضلتي نفتح الشبابيك والأبواب نتحمل الحر، أو نغلقها ونتعرض لمواد سامة، أو حتى إذا فتحناها أحيانا بأماكن المزدحمة أو في الأماكن التي يكون فيها ازدحام مروري ممكن أن نتعرض أيضا للمواد السامة أو المواد التي تأتي من الخارج. فالحين لا يوجد مقاربة مثالية، لكن ما يمكن أن نفعله تخفيف التعرض للحد الأدنى. كيف؟ بالنسبة عند دخول السيارة أو قبل دخول السيارة، حتى لو تحملنا الحر لفترة قصيرة، على الأقل فتح النوافذ أو الأبواب بحيث يكون في تيار هوائي يخفف نسبة التعرض. تشغيل المكيف إلى حد ما رح يساعد. طبعا مهم نحن تنظيف أو تغيير الفلتر بشكل دوري، تنظيف الغبار والمواد داخل السيارة، لأنه بتزيد نسبة الأبخرة والتعرض لهذه المواد. عدم تناول طعام مثلا داخل السيارة، لأن هذا بيزيد نسبة أو وضع أو ترك الطعام أو الزجاجات الماء إلى آخره، بيزيد نسبة التعرض حتى لهذه المواد السامة. أيضا عدم التدخين مثلا داخل السيارة، لأن هذا بيزيد الطين بلة. للأسف هذه المواد السامة اللي ممكن نتعرض لها وتكون في لها تأثير، الناس بتعدلها بأنها تستخدم معطرات الجو، وللأسف لأنها تزيد الطين بلة، لأنه أغلب معطرات الجو أيضا يدخل فيها مركبات كيميائية متطايرة، عند التعرض للحرارة العالية رح تزيد نسبة التعرض. فما يمكن إجراءه فقط فتح النوافذ لأقصى قدر قبل الدخول إلى السيارة، تشغيل التكييف حتى خلال القيادة نفسها كل حوالي 15 إلى 20 دقيقة على الأقل، فتح النوافذ بفترة قصيرة. التكييف بحد ذاته يكون في السيركيليشن، يعني يصير في دخول هواء من الخارج إلى حد ما. فهذه الإجراءات اللي ممكن حاليا بالنسبة للمواد أو الروائح اللي ممكن تكون داخل السيارات، ممكن استخدام بعض المواد مثل فحم النشط بدل المعطرات الجو، لأنه بتعمل أخذ للرائحة. في مواد أخرى ممكن استخدامها مثل حبوب البن التي تساعد على امتصاص الروائح والمواد المتطايرة اللي بتكون داخل حجرة القيادة. في النهاية طبعا أشكرك على هذا الكلام المهم، أخصائي جراحة الصدر والجهاز التنفسي الدكتور خلدون أبو دقة، شكرا جزيلا لك.